السلام عليكم. وعليكم السلام حضرتك كاتب. نعم. لو سمحت، الحمد لله ربنا من علي ومع البنات، بحب كتاب الله كله. وبس أنا كنت مشغلة تفسير سورة البقرة وعيني غفلت، ماشي الشيخ، ولقيت إن في واحدة عاملة عمل لبنتي، والعمل ده لقيته أنا يعني أنا شفت في رؤية إن في واحدة عارفاها عاملة عمل لبنتي. دعك من هذا الكلام، دعك من هذا الكلام، لا تنشغلي بمثل هذه الخزعبلات. هذا الشيطان ممكن يتمثل في المنام لك في صورة امرأة وأنها عملت عملا لبنتك من أجل أن يقطع بينك وبين الأخت. لا تفعلي هذا ولا تلتفتي إليه. الله يبارك فيك.